الطي والنشر نوعان. النوع الأول أن يكون النشر مرتبا على الطي، مثاله قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ذكر الليل والنهار هذا هو الطي. ثم يأتي النشر مرتبا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا يخص الليل، ولتبتغوا من فضله، هذا يخص النهار. فنرى أن كلمة الليل هي أسبق في الذكر من كلمة النهار، وجاء النشر مرتباً.